يا رجال العمارة خالد عبد العسل عندك أخي علينا أخي لك شو هذا اللي معك بالطنبور خالد استلم يا أبي أنا وعدتك إني لا كل ولا مل قبل ما صفي دمه لهذا الواطن أنا غسلت تارنا وتار العيلة كلها يا أبي نفذت هذا الشيء وحياة اللي خلقك سلم زعيم كريم يا رجال العمارة أخي خالد أخذ بتارنا وغسل عارنا يا رجال العمارة أخي خالد أخذ بتار عيلتنا يا ابي خالد روح غطي عيب ما بصير يضل هيك يلا يا ابي عمرك يا ابي شفت خرجوا زعيم شو بدنا نعمل بجثة الواطي شو بدنا نعمل يعني من زدته كلاب الداك شراب لا يا ابو جبري لا خلينا نوصله للفرنساوي لحتى يفهموا انه مو رجال العماره اللي بتسكت عن حقها هذا هو الكلام زعيم بصير يلا قولوا والله يا رجال شرف يلا. شرف سعي شو هالمسخرة اللي عم بتصير هون يا رجال مثل ما انا شايف لفهد اخذنا بيتارنا وغسلنا عارنا هكا شو عم تضحكوا علينا انتو اذا انت كنت رجال وفي بوشك شوارب بتروح بتقتل اختك العايبة قبل ما تقتل كريم لانه العيبة طلعت منه قبل ما تطلع منه حاجة تهمرك فهد أنا لو لقيت الخاتون كنت قتلتها بيدي هدول قدام الخلق كلها شو شايف نشاط طريالتنا قدامك؟ شلون يعني لقيت كريم وما لقيتها لأختك؟ شلون؟ كلام ابن فهد مظبوط يا رجال هذا دليل على أنه أبو العز وولاده قبلانين العيبة مشان هيك ما بصير يضل زعيم لحالتنا ضب يا أبو فهد؟ والله انضب وضب ابنك أحسن لك المرة رضيت بموت كريم المرة الجاية رح تكون خاتون شداتك هذا هو الكلام زعيم نحن معك على الموت زعيم يا حيف بس يا حيف يا رجال العمارة تصدقوا هيك حكي فاضي بس وينكن أنا ما رح أصدق ورح أضل وراكن وراكن لحتى أكشفكن على حقيقتكن سويت لك بعد خلاص لك يلا يا أبي يلا يلا يا أبي ماشي يا فهد يا لطيف ما بجوز عليه غير الرحمة يعني خلاص كريم مات وارتحنا منه؟ هيك عم بيقولوا؟ دخليك يلي ما بتتسمع وين صفيت أراضيها؟ شو بيعرفني؟ الله أعلم يا عم فهد فوتي 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 خلينا نحكي جوا تعي نحن نعمل قهوة من قبل يا نصري يا افندي نصري استلم زبالتك وبتبلغ حكومتك يا نصري يا افندي انه اهالي العماره ما بيشرفهم يكون الواطي هذا بيناتهم فهمت مثل ما بدك زعيم مين اللي قتله؟ أنا قتلته عمي أنا خالد ابن أبو العز
وإنا الشراب. ما بيضل هذا الواطي ولا تكة بالحارة، مفهومة يا نصر يا فندي؟ حاضر زعيم. قول والله يا رجال. عزك والمزهر غنى، عزك والمزهر غنى، عزك والبارود غنى، رساوي يطلع من عنا، رساوي يطلع من عنا، رساوي يطلع من عنا. هلا كريم طلع خاين وعم يتعامل مع الفرنساوي؟ ايه يا ابي ايه. وخاتون وينها؟ ما بعرف يا ابي ما بعرف. وشلون وصلت لكريم وما قدرت تصل لاختك خاتون؟ يا ابي انا شفته لكريم عرجاله للزيبق، وهو الزيبق يعني قال لي اجل قتله لكريم، انه بنضرب عصفورين بحجر واحد، منه بنقتله لكريم ومنه بنقتلنا كم عسكري فرنساوي بطريقنا. ايه يا ابي، بس انا ما عم بعرف اوصل لخاتون. اعطيني كم يوم وانا بجيب لك قراره. اكيد اكيد يا ابي اكيد. يعني تقبرني انت على حد علمك اخوك خالد شافه لخاتون ولا ما شافه؟ لا ما شافه، لانه لو كان شافه ما تركها عايشه. ايوه العمى اذا بيكون شايفها جايز تكون بقى علي كلام وفاضحتني، بس ان شاء الله لا يا ربي ان شاء الله لا. خلصت نعمل خلصنا. هي بعت لي حمام شان تتغذى تقبرني. خاتون حبلة؟ حبلة، وانا ما قلت له لابوكي وين مطرحها حتى ما تكبر القصة ويقتلها، وغير هيك انا عرفت شغلات جديدة. شغلات شو؟ نعمت نعمت لازم ندير بالنا منها. اكيد خالد بيعرف شي حتى كان عم ينبهني من نعمت. طالما شايف خاتون بتكون هي اللي قايلت له. بس انا ما بحسن اقول لابي، ما بحسن. بركي عرف مطرح خاتون، وفوق هيك ما بعرف شو القصه مثل العالم والناس. بس انا ما رح اترك نعمت بحاله. لا والله ماني تاركتك يا نعمت. على خير ان شاء الله. اخي ما في غير فهد وأب فهد، لا عمي كله ولا عمي مله، وشاكين انه انا بعرف مطرحها للمستوره اختي. ايوه بس بيني وبينك زيبا، انا خايف ابي يزعل مني وقت ما يدرى انه مو انا اللي قتلته لكريم واني خبيت عليه. ما راح يعرف باذن الله، بعدين عمي ابو العز وبعرفه. لو مصارحينه بالروايه ما راح يقبل غير تنقال الحقيقه، هذا من ناح. ومن ناح ثانيه خلي الأمور تهدى شوي وبعدين منخبره بقصة أختك. لما انكبسوا الفرنساوي لعنا على البيت، لولا ستر رب العالمين كنت رح لطهت. على خير إن شاء الله. بس لساتها المستورة أختك ما اقتنعت إنه كريم كان خاين وما أخذ غير جزاته لك خالد. أخي ما اقتنعت، وأنا بهاي السيرة ماني حابب أحكي بنوب. أيوه، وأنت شو اللي جعزك بهالسيرة؟ زيباء، أنا لما إجيت لعندك ما كان في موضوع كريم من أساسه. خلينا على ما نحن عليه، كريم واختي طلع منا القصه، انت انا بحلها. بس لازم اعرف شو اللي جعزك بالسيره. يا اخي ماني مجعوز، ماني مجعوز. يا يابي، اذا كل اهالي العماره بدهم يطاطوا لابو العز واولاده ويصدقوا انه ما بيعرف قرنه خاتون ويضلوا قبلانين في زعيم، انت ما لازم تقبل. كلام فهد مزبوط، هذا لازم تنسحب الزعامه منه بقى، ما عاد استحى على دمه. ماشي، الظاهر صار لازم ينوضع حد لهذا الموضوع. روق اتركوني انا راح اتصرف. الله ويدك يا ابي. والله قديش بشبري بقى؟ لكن خلصنا بقى مدام خالتي على اساس معك مصاري تدفع حلو جربان انت وابوك. ابو جبري عود شوي عاوزك. شو في؟ صحيح مثل ما سمعت انه خالد صار ملاحق عم يقول انه اجى بدورين المكفر لحتى تمسكه
مزوا وهرب. الحمد لله. مو كانوا عم يقولوا انه كريم لاحق؟ يحمدوا ربهم انه خالد قتله. شو بعرفني والله تحتين صايرين، نحن اخر من يعلم وما خفي اعظم. بس عم يقولوا انه الريال والزيبه لعنين افغاسوا الفرنساوي اخي. الله يوقف معهم بجاه الحبيب المصطفى. امين امين يا رب امين. شو يا رجال؟ شايفكم كانين وما عم تحركوا ساكن مع زعيمكم. شبنا فهد؟ كأنك صاير كثير عم تلمح بكلامك. اي والله معك حق، لانه وقت الكلام خلص وهلا صار وقت الفعل، وابو العز لازم يتشلح الزعامه غصب عنه. خلصنا بقى فهد، خلصنا. نحن بدنا ابو العز زعيم، واللي مو عاجبه يروح يبلط الزرقاء. لك يا عيب الشوم على رجال بس. يا عيب الشوم. خيرو حاضر معلم. شو بها؟ يلا عمي كل واحد على شغله، كل واحد على شغله. كل شوي بيطلع عنا بقصة.